من يتحمل معاناة مواطني أقليم كردستان وانقطاع رواتبهم في ظل ظروف قاهرة بين وباء كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار؟ نائب رئيس حكومة أقليم كردستان قباط طالباني كشف أن حصة الأقليم في الميزانية الكاملة للدولة لا تتعدى 5% فقط. وقال طالباني: لو كانت البصرة ستنتعش بالأموال المخصصة للأقليم لتنازلنا عنها، مبينا أن الحكومة الاتحادية أبلغتنا بأن وارداتنا النفطية وغير النفطية ستكون جميعها للأقليم. وعود عرقوب: هذه هي سياسة حكومة بغداد تجاه كردستان ومواطنو الأقليم، صابرون على الأيام تمنحهم الأمل في حكومة المركز. طالباني قال: لم نتسلم أي مبلغ من الحكومة الاتحادية لمدة 4 سنوات، ولفتا إلى أن الأقليم أصبح الشماعة التي تعلق عليها المشاكل التي تعاني منها الحكومة الاتحادية. وأكمل أن ربط مصادر الأقليم النفطية بإدارة واحدة تابعة لبغداد هو طلب غير دستوري، وأننا نطمح لانضمام الكرد إلى عضوية مجلس إدارة شركة سومو. الأقليم رد على جميع حجج حكومة المركز والقوى والفصائل الشيعية لا زالت تتحجج على أربيل بمختلف الأسباب الغير دستورية. ويبدو أن الكلام عن دور إيراني يقف وراء محاولة أذية كردستان هو الأقرب إلى الواقع، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على ذلك.